أمي أحرمت البارحة من وادي محرم وكانت تلبس النقاب وهي ناسية، وعندما تذكرت وهي في الطريق خلعت النقاب ولبست الحجاب الشرعي وأتمت العمرة، هل عليها شيء؟ لا، ليس عليها شيء، الناسي والجاهل ليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا كانت لبست النقاب ناسية ثم أزالته لما علمت فعلت ما يجب عليها وليس عليها شيء.